هذه دراسة حول الموسيقى والأغنية الحزينة وتأثيراتها على نفسية الفرد، كما للفرد مؤثرات عديدة على نفسيته، خصوصا هذه الفترة اللي يمر بها كثير من الأساتذة وحتى التلاميذ والطلبة. ولما يلتقي الطفل والأستاذ أكيد أنه الحاصل اللي يجمع من خلاله كل هذه المشاكل ربما الأولياء اللي راح يعاني بالدرجة الأولى. الإضرابات العديدة والكثيرة التي تؤثر على التحصيل الدراسي للطلبة والتلاميذ هو الموضوع اللي راح تعالجه الأستاذة الأخصائية النفسانية هدى مخلوفي لهذا الصباح. صباح الخير. صباح الأنوار عليك وعلى المشاهدين الكرام. إذن بداية وقبل أن نغوص في تفاصيل هذا الموضوع، واش رايك نروحوا نشوفوا صبر للآراء، كاميرا صباح شروق تقربت للمواطن ونشوفوا رأيهم حول هذه الإضرابات. يلا تفضل. دوكا متفرغ في التلميذ مسكين، باسكو على شاك فوا دوك هادو لي بروف لي غريف لي غراف دوك ما على بالناش واش راهم حابين يوصلوا، بصح يشوفوا شويه في التلاميذ مساكن دوك هما راهم يونكيسي هما مساكن. عندك ولادي يقروا هذا؟ عندي بنتي في البغوي في هذا العام ان شاء الله. نو حنا ورانا في درقانه. لا لا صافا الحمد لله، بصح لي ليسي راهم اون غريف، بصح كي لحقوا تاع لي كاتخيام راني مساكن تحب الباك. ربي يكون معاهم، ربي يكون معاهم. بن غبريت نقولها شويه يا بن غبريت سهلي الحاله شويه، باسكو عباك مع بدلت لي بروغرام هذا رانا كاع خلوطه. هو عنده أثر سلبي على الطالب وعلى ولي الطالب. أولا على الطالب لما يضيع دروس لمدة فصل كيفاش راح يسترجعهم؟ بأي صيغة؟ ما يقنع حتى واحد. فيما يخص ولي الطالب ثاني يعني كيفاش راح يعوض له هذوك الدروس الغايبة؟ كيفاش راح خصوصا كيكونوا هادو أطفال مراهقين يتم وقت الفراغ تاعهم وراه يفوت. وما نعلقش على أسباب الإضراب، هما يدبروا كما نقولوا شغلهم، ولكن حنايا ك يعني اولياء التلاميذ نتاسفوا على هذا الشيء، نتاسفوا يعني على هذا الاضراب اللي يعني خذا يعني ابعاد يعني ما تفرحش حقيقه. يعني الكراف راهي سي تادير بروبلام، باسكو يقرفوا ما يقراوش. على ما يقراوش باسكو مقرفين، يفو با يقرفوا سي تادير. واش حاب نقول لك انا، كي يقرفوا راهم يروحوا لهم لي جورني، يروحوا لهم الاختبارات، يروحوا لهم يروحوا لهم بزاف اسي. يطلع عليهم السلبي، التلاميذ ما عندهمش وقت كيفاش يراجعوا كيفاش يجوزوا امتحاناتهم، وبالتالي المعلم ما عنده حتى فايده كي يشوف تلميذه ضايع. الحكومه بشويه وتسقبوا الاوضاع، هو عليه يصبر، كون قراوا زمان كيفاش يديروا. يحمدوا ربي على النعمه اليوم فيها. إذا كان احنا نقولوا السلبي، السيدة الوزيرة تعرف مش حد يدير السلبي، لازم تراعيها ويراعيوا هذا الجانب وينظروا ليه مليح. مادام قامت به هي عارفة واش راهي دير، ماهيش لتحت هي الفوق، راه يقول جا دكتورة راهي عارفة واش راهي دير. شكرا لك. لا تأثرش، ما تأثرش سبيسيالمون ولا اونيكمون على الطالب ولا على التلميذ، تأثر على لا سوسيتي كومبليت، توت لا سوسيتي يعني المجتمع كامل. الناس قاعد تخلص باسكو اليوم ما يقراش، انت ما تقراش، وليدك ما يقراش، خوك ما يقراش، ولو ريزولتا سي با لو ريزولتا تاع لا غريف سي با ايميديا، سي تادير الغدوه بعد غدوه العام الجاي سي سويت. هذا الشعب راه غير يهبط فيما يعني الدراسه والاخر والعلم. وكاين الناس، كاين الناس مختصين في هذا لا غريف. لا غريف هذه عندها حساب، الناس راهي سي دي كالكول. C'est une stratégie pour diminuer et pour ramener l'étudiant et l'enfant à zéro, au bas de l'échelle. شوف يأثر عليهم بطريقة سلبية، ولكن أنا نشوف شريحة المثقفين في بلادنا راهي تعاني بالبزاف. ما على بالناش اسكو احنا عندنا دولة سوا ديزون ما تجبدش على المثقفين ولا تعطي الثقافة بالضرب. أنا حبيت نعرف حاجة، هاد الأساتذة وهاد التلاميذ عندهم انشغالات، نتاع العام ما تلقاش الانشغالات حتى يولوا يديروا لاغراف. يقول لك كما يقولوا حنايا مقبل نبدا نعرف واش راه يحوس هذا، واش راه يحوس هذا. النقابه اللي زعما تدافع عليهم، حتى ولينا عقليه علاش وليت طبيب؟ لحقنا لدرجه تاع واحد يقرا 9 سنين طبيب ومن بعد يقولوا له على ما وليت حاجه واحده اخرى. انا ما راحش نتحدثوا على الاسباب ربما التي تدور حول الاضراب، لكن سنركز
على نفسية كل من الأستاذ والمعلم والطالب وحتى الأسرة التي ربما تواجه مباشرة هذا المشكل ونفسية أبنائهم اللي يكونوا مضربين ولا يكونوا سبب أو نتيجة نفسيتهم تكون نتيجة إضراب لسلك دراسي. دكتورة أستاذة كنا شفنا هدى أستاذة هدى كنا شفنا كثير من الأولياء انشغلوا أكثر من أبنائهم ونفسيتهم منهار أكثر من الأبناء نتاعهم صح؟ أكيد. خلينا نتحدث عن الإضراب كظاهرة وكسلوك ربما وكردة فعل وتأثيرها على كل الأطراف اللي تكون ربما فاعلة في هذا المشكل. بسم الله. إذن أنا كان عندي تعقيب مهم جدا بخصوص التعليقات اللي كانت. هو الإضراب كما تفضلت كظاهرة هو ظاهرة صحية في المجتمع، لازم هذه نكونوا عارفينها، لأنه دليل على وجود وعي، تطور وعي. عدم وجود يعني تواصل ولا تواصل بين الهيئات وأدى إلى المطالبة بالحقوق ولا المطالبة بالتغيير بطرق معينة. هناك تعبير طرق عن حرية أيضا، تعبير عن حرية الرأي وحقية المطالب وسعي للتغيير اللي راح يكون إن شاء الله إيجابي في المجتمع. لكن الظروف التي تحيط به، المدة التي يستغرقها، ربما الانعكاسات السلبية هي التي قد تؤثر في هذه الظاهرة وربما تؤدي بها إلى تأثيرات سلبية. في العموم هي ظاهرة إيجابية في المجتمع كأي ظواهر أخرى تقود إلى التغيير. التأثيرات السلبية لهذا الإضراب يحسوها الأولياء بزيادة، لأنه الأولياء عندهم وعي وعندهم اهتمام بهذا التحصيل الدراسي تاع أبنائهم. احنا نعرف الأولياء بدون إضراب عندهم حضور مستمر طيلة السنة، وخاصة في بداية السنة اللي هي أصعب فترة للأولياء والأبناء بعد العطلة الصيفية، بعد هذه الراحة، فأغلب التلاميذ تكون عندهم نوعا ما ثقة وصعوبة في مباشرة هذاك التواصل الدراسي والتحصيل الدراسي. فلما يبداو الدراسة على حسب الآن الإضراب في أي مرحلة يكون، إما في البداية، إما في وسط السنة، إما في نهاية السنة. أغلب الإضرابات تكون في البداية حتى يعني تأخذ مطالب تاعها، والبداية هذه هنا هي ما يؤثر سلبيا على الأطفال، لأنه بعد ما حاولوا يكونوا ارتباط مع هذه المدرسة مع الأساتذة، بعد ما حاولوا يتعودوا على هذا النظام الجديد، على الزملاء، على المواد الجديدة، المعطيات الجديدة، اندماج، بعد هذه محاولة الاندماج والتكيف فيصرى هذاك الانقطاع. لما يكون الانقطاع مدة تاعو صغيرة يعني ما راحش يكون تأثير تاعو كبير، ولكن لما يطول طول مدة هذيك الانقطاع راح تبدأ تظهر الآثار النفسية السلبية إما على الطفل وإما على الأولياء. والأستاذ في هذه المعادلة، بزاف ناس يتجاهلوا نفسيته، ما يركزوش على نفسيته. حتى الأستاذ ربما راه يواجه كل الأنظار. أكيد. يعني من تلاميذ طلبة، من أولياء، كل أصابع اتهام موجهة ليه، هو المجتمع بنفسه أيضا. للأسف نعم، يعني شكون نفسيته؟ أكبر متضرر اللي ربما ما يوجهلوش الضوء هو الأستاذ، لأنه هو أصلا باش جاي طالب الحقوق تاعه عنده معاناة نفسية خلف هذيك الحقوق، ومعاناة من عدم توفر شروط معينة لأداء المهنة كما يجب. فلما يطالب بها الكل راح يلومه ويعطيه واحد الصبغة السلبية. لذلك من بين الانعكاسات السلبية تاع الإضرابات هي تدني النظرة تاع الأولياء وتاع التلميذ وتاع المجتمع للأستاذ يعني كدور وكإنسان. احنا نعرفوا بعد المدرسة كاين بعد الأسرة عفوا المدرسة هي اللي تعوض مكان الأسرة، فبالتالي يعتبر مربي ويعتبر قدوة في حياة هذوك الأبناء. لما تصرى هذه الإضرابات المجتمع تاعنا ينشر واحد المعتقدات السلبية، واحد الانتقادات، واحد المفاهيم، يركز على الماديات وغيره. بالضبط. فبالتالي راح هذيك النظره تنخفض، وبالتالي راح تنخفض منظومه القيم ايضا. يولوا تلاميذ في حد ذاتهم الاولياء عندهم استهتار وعندهم عدم تقدير لهذه المهنه ولهذا الشخص في حد ذاته، وما راحش يكون تفاعل بين التلاميذ وبين هذاك الاستاذ. احنا نعرفوا عدم توفر ظروف العمل قد تؤدي الى الاحتراق النفسي. الاحتراق النفسي هو امر صعب جدا. بعض الاولياء يشكيوا في مراحل معينه انه هذا الاستاذ ما عرفش يعامل تلميذ، انه هذا الاستاذ عقد لي تلميذ، انه كاين حالات تاع اساتذه يعني الله يسامحهم. لكن هذا الاستاذ لما نجون ندرسوا الخلفيه تاعو كيف حتى الحق يعامل هاد التلاميذ بطريقه سلبيه، اما ما توفرتلوش الظروف وهو في حد ذاته راهو يعاني فما كانش متنفس الا في هذيك الحصه تاع الدرس، او هو في حد ذاته عنده معاناه او عنده نقص تاهيل، لانه حنا نعرفوا الاساتذه عندهم واحد الفتره يقراوا شويه على علم نفس الطفل والمراهق وتطور التعامل تاعهم، لكن امور خفيفة جدا.
في حين انه هذه المراحل تاع الطفوله والمراهقه هي مراحل حساسه تحتاج من الدرايه الكثير ومن الدراسه الكثير، لانه الاستاذ اول متعرض للاضطرابات تاع الاطفال. فاحنا العديد من الحالات جينا محوله عن طريق الاستاذ، عنده ملاحظات سواء ملاحظات انحرافات سلوكيه او عدم ضبط انفعالي او فرط الحركه، تشتت انتباه، تاخر دراسي. اذا هذه الملاحظات جينا من عند الاستاذ. الاستاذ اللي ما كانش على درايه وما عندوش خلفيه علميه وما عندوش راحه نفسيه باش يلحق يدير هذه الملاحظات، راح تكون واحد الاضطرابات من جهه الاستاذ ومن جهه التلميذ، والاسره ايضا راح تعاني في هذه الحلقه. كاين واحد السلوك عنده ربما تاثيرات على نفسيه الطالب والتلميذ ما يتولولهاش الاولياء. في فتره الاضراب يبدا الام والاب يسبوا في الاستاذ، يسبوا في المنظومه التربويه، ضيعوا لي وليدي، كانه يغرسوا فيه طاقه سلبيه. انت خلاص بمجرد انه في اضراب ما راحش تحصل دراستك وما تجيبش العام. هل هذا السلوك سليم من الاولياء؟ غير سليم البتة، لانه انا واش سبقت النقطه، المعتقدات السلبيه هذه مين تبدا؟ تبدا من هذه الانتقادات، كل واحد يعبر على الراي تاعو على امتعاضه وعلى غضبه من هذا الامر، لانه هو في حد ذاته ماذا به الابن تاعو راهو يقرا. كما قال لك المراهقين عندهم وقت فراغ كبير، وكاين العديد من الاولياء يعملوا، فشكون راح يراقب هذا المراهق؟ شكون راح يكون معاه في هذوك اللحظات؟ هذه الاضرابات هي فرص تاع سلوكات خاطئه يديروها المراهقين، فرص تاع يعني تجاوزات خطيره. فالاولياء هنا اللي يخليهم ينتقدوا بسلبيه هذا الوضع، وراح يغرسوا هذا الامر في الابن تاعهم، اما انه يغرسوا فيه باللي ما راحش يكون قادر على المواصله، لانه احنا نعرفوا باللي العلم تراكمي، فالماده اللي ما اكتسبتهاش دوك راح تكون عندك صعوبه انك تكتسبها، ولا كيفاش راح تحصل، ولا كيفاش يعني راح تدارك انت في حد ذاتك بدون الاستاذ يعني. واللي راح يعاني اكثر في هذه القضيه هم اصحاب الاقسام النهائيه، سيزيام بيام باك، هذول اللي راح يعانيوا اكثر، لانه ما يعرفوش المصير تاعهم كيفاش راح يكون. فهذاك الانتقاد يغرس في الابن توجه سلبي نحو قدراته ونحو الانجازات اللي يتسنى فيه، وتوجه سلبي نحو منظومه القيم تاع المجتمع في حد ذاته، لانه اذا ما احترمش الاستاذ ما راحش يحترم المؤسسات التابعه اللي تابع لها هذا الاستاذ، وبالتالي لاحقا ما راحش يحترم مؤسسات الدوله وما راحش يحترم الدوله في حد ذاتها. ورانا نكونوا في واحد الارضيه تاع معتقدات سلبيه عند ابننا، ما راحش يكون انسان ناجح في الحياه اذا استمرينا في هذه الانتقادات السلبيه وحشوا راسه غير بالتشاؤم والتوجه السلبي. راح يكره الاستاذ، يكره المنظومه التربويه، ويكره حتى المقعد الدراسي. وكثير أكيد. من تلاميذ والطلبه اللي عندهم نقص في المستوى الدراسي والتحصيل العلمي وغيره راح يتداروا من خلال هذه الاوضاع اللي تعيشها المنظومه التربويه، صح، من اضراب وغيره. نعم، يستغلوا هذا الوضع تاع الاضراب، ولكن داخليا راح ما يكونش استقرار نفسي، راح يعيشوا نوع من القلق، رغم انه نعرفوا كاين بعض الاطفال اللي تجيهم فرصه انهم يرتاحوا، انهم اللي هما الاطفال اللي اما عندهم تدني قدرات ما راهمش يعني عندهم تحصيل كبير، فبالتالي هي فتره راحه بالنسبه لهم بعيدا عن الضغط، لانه كاين ضغط اولياء وضغط اساتذه وملاحظات مستمره على نقصهم الدراسي او على سلوكاتهم داخل القسم، فراح يستغلوا هذه الفرصه، كما انهم يستغلوها لتلبيه رغبات تاع لعب، تاع خروج، تاع تجاوزات معينه بعيدا عن الاهل، اذا راح تكون هي بؤره تاع سلوكات سلبيه يداروا فيها. لكن الامر فيما بعد لما يروح هذا الاضراب وتجي الدراسه، هنا راح تبان تحديات والاثار النفسيه اكثر على هذاك الطفل. لما تبدا الدراسه واش داراه في هذيك الفتره، راح يكون مجبر على بذل مجهود اكبر باش يلحق مع الدراسه تاع القسم تاعو. فهنا مع هذاك الاحباط اللي كان في الفتره السابقه تاع انه ما لحقتش وما درتش وديجا انت ما عندكش قدرات، فلما يتحط في هذاك التحدي راح يكون عنده احباط اكبر وراح يكون عنده تدني الانجاز اكثر. اذا المسؤوليه والمسؤول الاول هو الاسره والعائله، لانه هي اللي تقوم بعمليه تصحيح الافكار لدى التلميذ والطفل، والطفل نظرته للاستاذ وحتى نظرته الى الاضراب، صح؟ اكيد اكيد. هي من جانب الاسره مسؤوله ومن جانب الاعلام مسؤول، لانه لما نروجوا لهذيك الانتقادات السلبيه والاراء المختلفه اللي تحمل معتقدات سلبيه، رانا نوصلوا هذيك الافكار السلبيه للانسان ويتبناها وراح تاثر عليه بطريقه غير مباشره. انا اتمنى من الاولياء انهم، كاين نقطه اخرى للاولياء ممكن يتحطوا فيها يعني كتحدي،
التحدي كاين شخص علق عليها هو كيفاش راح نعوضوا لهم. كاين اللي يلجؤوا الدروس الخصوصيه ماديا، وكثير من الاباء ما يقدروش على هذيك الدروس الخصوصيه ماديا باش يعوضوا لابنائهم. اذا هذا تحدي اخر راح يكونوا فيه الاولياء. المفروض الاولياء في هذه المرحله الدور تاعهم هو انهم يعطوا نوع من الراحه للابن تاعهم، يخففوا عليه هذاك القلق، ما يسمعوهش انتقاداتهم السلبيه، ويعطوه دافعيه انه يدير برنامجه هو ويراجع بالعقل بالعقل بالعقل، ينظم نفسه حتى تبدا الدراسه. شكرا لك استاذه هدى مخلوفي، نورتينا باطلالتك وحبينا كثير معالجتك لهذا الموضوع. نتمنى مشاهدينا انكم استفدتم من خلال تسليطنا الضوء على هذه الظاهره التي تعيشها الجزائر من اضرابات تعليميه دراسيه، لكن يجب ان ننظر الى الجانب الايجابي اكثر من السلبي، وان نغرس في انفسنا طاقه ايجابيه. كل طاقه ايجابيه والحب نبعثه لكل مشاهدينا اللي انضموا لنا في هذا الصباح واختاروا قناتنا سي بي سي بنو قناه الشروق العامه. مكملين ومواصلين في فقراتنا، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي. يلا تفضلوا.